رحم الله يوسف اللي كانوا لا خليه هذاك فوق انا حيده ديروا له التشيني تاع شد ما تفرش على الدراع تاعك هادي واحد المينيت سيلونس. انا يوسف رحمه الله اللي كان هنايا خدام معنا في الكلب ايوا تعرض لواحد الاعتداء اغريسيون ايوا بعد 12 يوم حنا نقلبوا عليه عاد بان في لامورك ايوا فلتة امنيه خص السلطات المعنيه خصهم يشدوا شويه لي كونترول يرجعوا دوك يامات ديال العراف وداك الشيء ويجمعوا دوك الربعه ديال المتشردين ما راه ما شردين ما والو هذوك ايوا رحمه الله ايوا اش نقول لكم ان لله وانا اليه راجعون الله يصبر العائله ديالو هادو نجيب الشباب الرياضي البيضاوي لاكاديمية ليتوال مستقبل مينيت سيلونس دقيقة صمت واحد دقيقة صمت هنايا شنو نقول لكم حدي وليداتكم وانا ما كاينش دابا فهمتي هادوك الرباعه ديال الدراري هادوك لي ديلانكون اللي كاين ولد وطلق ولد وطلق ولد وطلق ولد وطلق لا تربيه ولا والو مسؤوليه على الاسره والدوله خصها تكون صارمه مع هاد الناس هادو هذه بطولة تحت لا ليغ ريجيونال دو فوتبول فيديراسيون ماروكان رويال دو فوتبول راهم مهدي Ah, les photos, ça fait partie de la formation aussi. Hein? اللي ولد شي ولد يربي شدو عندو ويراقبو تابعو طلق هادو راه ثلاثة د الولاد خوت في درب غلف من دوك اللي نطقتهم المرحومة الشنة ولادها هما اللي كريساو السيد الدري صغير كان دوزو عندو خدام معانا
عندي راه بيت ديال التوش. مالك ميرسي. Ah, jouer sans pression, sans pression pour ah, à te voir le match, Youssef. اللي ولدتي ولد يشدو يربيه آه ولد وطلق ولد وطلق ولد وطلق خوت خارجين كريسي وعباد الله ها درب غلف لي بالمي ها كريسي هو السيد مع الصباح تحاموا فيه بوغ ان بورتابل ها شحال تخربيق هذا خص ترجع ايام الدريس البصري الله يرحمه شويه ديال لي راف شويه ديال الكونترول ديدونتيتي اش اللي خارج بالليل اللي خارج الصباح بكري اش خارج يدير ها ايه ها سي مالوغو ها راه دي جور ودوز جور حنا كنقلبوا عليه في لو دوزيام جور عاد لقيناه لو دوزيام جور ياك شدير الامو مسكينه الله يصبرها وباه كيفاش غيديروا العائله ديالو دابا ايب اللي عنده شي دراري يربيهم سمعتي يا ولد شي وليدات يربيهم تلقهم شعاها على المجتمع وضروا بالامن هذا الفيديو هذا كنشروا باش السلطات المعنيه بالامن انها تجمع جميع المتشردين اللي كيتشرو بالعمد لانهم عندهم منازلهم عندهم كل شيء ولكن كيبغيو لا ديلانكونس يبغيو يعيشوا بلا دروغ ويعيشوا بالسوليسيون ويعيشوا بالقرقوبي ويعيشوا في الزنقه كيلقاو لا ليبرتي اللي عجبتهم يديروها ادور نتمنى ان يعتبروا هاد السيد اللي توفى اللي قتلوه بحالو بحال وليداتهم يردوا البال مع هاد الشيء الظاهره الا انتشرت راه ما خدامهاش لينا حنايا المغرب بلد الامن والامان ها هادو اللي كيجيو عندنا حنا وليدات بيان يديكين مربيين كمين باغي لوكا ها كاين واحد الدري صاحبي كتيب ان شاء الله يجي ريزيرفي بور لاني بروشين اه ويلي ويلي اللاعب ديالنا مبليسي جاي يتفرج في صحابو اه سماعين مالكري لي دولا راه يضحك اه او لا لا سماعين مزيان جيتي مزيان مزيان سير انكوراجي محمد سير الله التربية الله كان ربي وحنا حنا لي زونفون كان ربيهم تربية ديال بصح كنلعبوش تدويني دي معنا شوف التربية عفاكم التربية وزيروا ولادكم يقراو مزيان وراقبوهم ما تخليهمش ما مشاو تبعوهم ما يغبرش عليك الولد من الدار وما تقلبش عليه ماشي تسمع عليه خبر انه دار شي مصيبة كبيرة ورحنا كنعرفوا حنا كنقابلين حتى حنا رحنا مربيين ولكن الاباء هما اللي كيلعبوا الدور الاساسي العائلة اللي كانت موحدة وكانت مجموعة لا حنا والله القسم الا عندنا هنا البروفيل والله اللي ما مربيش كنعيقوا به في الديبار في لونتروتيان اللي ما مربيش ما يدخلش عندنا هنا نهائيا ما نسجلوش كاع ما يدخلش عندنا لان ما نبقاوش نعاودوا معاه التربيه ا زيرو كانوا لي زونفون بيان ايديكي لي زونفون اللي عندهم الاباء ديالهم بروفيل ديال وليداتهم هما اللي كنخدموا معاهم اللي كيقراو مزيان وكنطربوا لي بولتان ها
بيان سور الا شفتك شكينا بواحد جا غير يدرق عندنا كون جبنا البيتان سكولير باش نشوفوا النيفو ديالو سكولير واش كيقرا ولا جا غير تخبى عندنا. هادو اقل من 14 سنه مخلطين مع اقل من 15 سنه البطوله. ها هذا الشانتيون وريتكم باش بنادم يقابل وليداتو ماشي ولد مطلق كاع اللي ولد مطلق شي نورمال. ربي وليداتكم مزيان وقابلوا وليداتكم وما تثقوش فيهم فين ما مشاو قلبوا عليهم وراقبوا المسار الدراسي ديالهم ما تنعسوش عليهم لان الدراري كي ما يفوتوش قبل ما يفوتوا 18 عام خصهم يبقاو تحت الرقابه ديال الوالدين ضروري. بارك الله عليكم وتعازينا العائله ديال يوسف اللي كان عندنا ولدنا. ان لله وان اليه راجعون. راه الموت كاينه ولكن الاسباب كتختلف الا ان بهذه الطريقه هذه البشعه هذه ما حنا ما مسروطاش لينا الصراحه هي هذه. تبارك الله عليكم وتعازينا مره اخرى العائله ديال يوسف. شكرا لكم.